أعلن في تونس رسميا عن ميلاد الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية لتكون بذلك أول جمعية للثقافة الأمازيغية تعرفها تونس في تاريخها الحديث. واعتبرت خديجة بن سعدان رئيسة الجمعية أن الحصول على ترخيص العمل القانوني هو مكسب من مكاسب الثورة التونسية بعد أن تعرضت إلى تضييق كبير من النظام السابق بهدف منعها من إحياء الثقافة الأمازيغية. ومعنا من تونس رئيسة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية خديجة بن سعدان. سيدة خديجة، ما هي أهداف جمعيتكم؟ مساء الخير ساعة، السلام عليكم. أهداف الجمعية أساسا وأولا الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغية من الاندثار، لأنها لغة مهددة، لأن الناطقين باللغة الأمازيغية هم أقلية في تونس، ولكن الثقافة الأمازيغية ثقافة أغلبية كما نذكر خصوصا في أهداف الجمعية. إنشاء وحدات بحث في الجامعة التونسية من أجل الاهتمام بالثقافة الأمازيغية، باللغة، بالحضارة، إعادة الاعتبار للتاريخ الأمازيغي في تونس، بعض الشخصيات الأمازيغية التي ساهمت في بناء تاريخ تونس القديم الحديث على حد سواء. إنشاء متاحف تهتم بالتاريخ وبالحضارة، تشجيع الإنتاج الفني والثقافي والأدبي في باللغة الأمازيغية. هل تطمحون إلى يعني الوصول إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في تونس؟ لا، المسألة مستحيلة، لأنه عدد الناطقين بالأمازيغية هم لا يتجاوزون 100,000 إلى 150,000 مواطن تونسي، ولكن نطمح لما لا لأن تكون على الأقل لغة اختيارية في الجامعة، لأنه حتى في بعض البحوث الجامعية، مثلا في مسألة دراسة التوبونيميا في تونس، أسماء الأماكن، الجامعة التونسية محتاجة اليوم إلى مختصين في اللغة الأمازيغية لدراسة على الأقل أسماء الأماكن، ولتحسين وللدفع لبعض البحوث في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وغير ذلك. يعني قلت ان العدد لا يتجاوز، عدد المتحدثين بالامازيغية لا يتجاوز 100,000، يعني ما الفائدة من طرح هذه القضية اذا؟ وهل يعني هل يمكن وضعها ضمن اولويات المجتمع التونسي في هذه الفترة؟ هي دائما ستكون ضمن اولويات ثقافية للمجتمع التونسي، لما لا؟ لما نعتز بكل مكونات الهوية التونسية إلا المكون الأمازيغي؟ لأنه جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد، ضارب في القدم وفي العمق. هل جاء ذلك بمبادرة يعني ذاتية أم ربما بتأثير أو بدفع من جهات خارجية؟ لا، ليس بدفع من جهات خارجية، وهذا ما ننكره وننكر ما يذكر في بعض الصحف التونسية أو القنوات، لكن نحن مجموعة من الشباب التونسي من مختلف جهات الجمهورية التونسية. لكن سيدة خديجة، هناك من يرى أن جمعتنا مقاصد، هو هناك من يرى أن تعويم مثل هذه القضايا الآن في تونس وفي غيرها يعني ربما يؤدي إلى تكريس التمايز والتباين بين فئات وشرائح المجتمع التونسي. لا، المجتمع التونسي قام بثورة من أجل التعددية السياسية كما التعددية الثقافية على حد سواء. على ما يبدو يجب على التونسي اليوم أن يتقبل التعددية مهما كانت أنواعها، خصوصا التعددية الثقافية، لأن عامل التعدد هو عامل مثري للمجتمع التونسي والثقافة التونسية، وليس عامل يخيفه. نحن التونسيون فينا مكون أمازيغي، عربي، إسلامي، فينا مكون تركي، فينا لقد تعاقبت على تونس حضارات عديدة ولا يجب أن ننكر أحدها. شكرا لك خديجة بن سعدان رئيسة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية من تونس.